طيب دكتور، واحنا بنتكلم عن اللقاحات مؤخرا كمان بقى في عقار لعلاج فيروس كورونا وهيتم بيتم تصنيعه في مصر، فاحنا وصلنا لأي مرحلة من تصنيع هذا العقار؟ وأيضا هل هناك موعد محدد لتوفيره في الأسواق؟ وصلنا لمرحلة انه موجود دلوقتي في المستشفيات والناس بدأت تاخده. الناس بالفعل بدأت ولكن احنا هو ما زلنا مش في مرحلة توفيره في الصيدليات العامة، لكن هو موجود في صيدليات المستشفيات الحكومية وسواء كانت صحة أو جامعية. من الوارد انه كمان يبقى في المستشفيات الأخرى اللي هي بتخضع للمتابعة المباشرة من وزارة الصحة والسكان. الفكرة العامة أنه ده عقار يؤخذ عن طريق الفم فموي للبالغين في المراحل الأولى من الإصابة بالمرض أو الخمس أو سبعة أيام، بيقلل من شدة المرض، بيقلل من معدلات الوفيات، بيقلل من احتمال دخول المستشفيات. طب ليه إحنا في المرحلة دي حاطينه في المستشفيات بس؟ لأنه كأي عقار يحتاج إلى إشراف طبي، وإحنا الحقيقة نسبة الالتزام بالإشراف الطبي المباشر من خلال الصيدليات ليست في أحسن أحوالها. ففي البداية بيتم استخدامه من خلال إشراف طبي مباشر، فبدل الروشتة اللي الناس ما بتستخدمهاش إحنا بنخلي الدكتور يكشف عليه عشان يتم اختيار الفئات اللي هتستفيد من العقار. المشكلة إن إحنا عندنا شوية نوع من أنواع قد يكون ان الهجوم على العقار بقطع النظر انت هتستفيد منه ولا مش هتستفيد، لان في ناس. وخلينا ناكد على النقطه دي يا فندم، ان هو هذا العقار هو لا علاج الحالات البسيطه والمتوسطه وليس للحمايه، لانه ممكن حد يقدر يتحصل عليه باي طريقه كانت ويخليه عنده عشان احمي نفسي. ومش كل الفئات بتستفيد، في ناس مش محتاجه تاخده مظبوط، وفي ناس تانيه اولى ان هي تاخده. فالحقيقه اللي بيقرر ده الطبيب، فلما يؤخذ من خلال الاشراف الطبي في المستشفيات الحكوميه، يعني مستشفيات الصحه ومستشفيات الجامعه، ده بيدينا مأمونيه اكثر لي كمريض ولسلامه التوزيع بشكل مناسب. تمام. دكتور حسام، انا بحاول من خلال وجود حضرتك انقل شويه من التساؤلات اللي عند الناس. برضو في نغمه في الفتره الاخيره موجوده في المجتمع، يا سيدي ما الناس اللي بتاخد اللقاح او اللي خدت اللقاح ما بيجي لها كورونا، طب انا اخده ليه بقى ما دام كده كده هيجي لي كورونا من غيره او بيه؟ نرد على الناس دي نقول لها ايه؟ طيب هقول لحضرتك حاجتين، معلومه منها يمكن جديده ومعلومه منها سبق ان كررناها مرارا وتكرارا، لكن اخر الاحصاءات الوارده من الولايات المتحده الامريكيه بتقول انه من كل 100,000 في 187 واحد دخلوا المستشفى من غير الملقحين، و35 دخلوا من الملقحين، و8 دخلوا من الواخدين الجرعة التعزيزية. نسبة اللي دخلوا عندنا المستشفيات في مصر بقى من غير الملقحين 93%. دي نسبة كبيرة جدا. وبالتالي فحضرتك من كل 100، لو احنا من ال 100 دول او وانا مش مطعم، احتمال ادخل المستشفى 93 مره اعلى من الملقح اللي احتمال دخوله المستشفى ما يزيدش عن 2.6 او 2.7%. فرق شاسع. فده فرق كبير جدا يخليك يا تاخد اللقاح ويجي لك الدور وانت قاعد في بيتكو، هي تاخد اللقاح وفي احتمال 93 مرة أكبر إنك تحتاج إلى مستشفى وعناية مركزة ولا قدر الله ما يستتبع ذلك. فده فرق كبير جدا. المركز الإحصائي البريطاني، ودي بقى المعلومة الجديدة لأنه كان الموضوع ده مثار بقاله فترة يومين ثلاثة أربعة، اللي هو الكوفيد طويل المفعول أو اللونج كوفيد أو متلازمة ما بعد الكورونا أو أعراض ما بعد الكورونا. في إحصائية لسه منشورة قريبا جدا بيقول إنه احتمالية حدوث اللونج كوفيد في غير المطعمين أعلى ب 41% من احتمالية حدوثها في المطعمين، والدراسة دي أجريت على ما يقرب من 8,000 مريض
فلقينا انه مش بس يعني بناء على هذه الدراسة مش بس بقى اللقاح بيقلل من احتماليات دخول المستشفيات وشدة المرضى ومعدلات الوفيات، لكنه كمان بيقلل بنسبة كبيرة جدا من احتماليات ان يبقى عندك متلازمة ما بعد الكورونا او الكورونا طويلة المدى.